السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي منسوبي شركة آفاق التعليمية، أهلا وسهلا بكم. أنتم اليوم على موعد جديد ودرس جديد من دروس مادة الدراسات الإسلامية من الفقه. درسنا اليوم يا أبطال هو الدرس الثاني من الوحدة الثالثة بعنوان الركوع والرفع منه. ما قبلة المسلمين أيها الأبطال؟ نعم، كلنا نعلم أن قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة. ماذا تفعل بعد استقبال القبلة؟ أحسنتم أيها الأبطال، نكبر تكبيرة الإحرام ثم نقول دعاء الاستفتاح ونبدأ في قراءة سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. اليوم يا أبطال نرفع يدينا بعد ذلك ونركع مكبرا، وأقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، أي بعد ذلك بعد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن يجب علي أن أرفع يدي وأركع مكبرا وأقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وأحرص أن يكون ظهري مستويا حال الركوع، ثم بعد ذلك أقول حال رفعي من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم أقول أنا قائم ربنا ولك الحمد. وفي هذه الأثناء أيها الأبطال أنا لا ألعب ولا أعبث في الصلاة، إنما أخشع وأتأدب. وهنا أيها الأبطال نحرص على أن نطبق ما تعلمناه من صفات للصلاة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.